لأن الشعوب أقوى من كل الاتفاقيات، والشعوب أقوى من كل الدول التي تراها. ولذلك نحن نثق أن المستقبل لقضيتنا والمستقبل لشعبنا الصابر المحتسب المجاهد إن شاء الله تعالى. أنا أقول أن إسرائيل قامت على الظلم والاغتصاب، وكل كيان يقوم على الظلم والاغتصاب مصير الدمار. حتى لو يملك القوة التي تؤهله للبقاء، القوة لا تدوم. قلت أن القوة في العالم لا تدوم لأحد. الطفل يبدأ طفل، ثم مراهق، ثم شباب، ثم كاهل، ثم شيء خلاص. هيك الدول، هيك عمر الدول، تبدأ تنتهي للاندثار، ما في فايدة. وفي أي مرحلة إسرائيل الآن؟ أنا أقول إن إسرائيل بائدة إن شاء الله في القرن القادم، في الربع الأول منه، وبالتحديد أنا بقول 2027 بتكون إسرائيل مش موجودة. لماذا هذا التاريخ؟ لأنني أؤمن بالقرآن الكريم. القرآن حدثنا أن الأجيال تتغير كل 40 سنة. في 40 الأولى كانت أن نكبة، في 40 الثانية بدأت أن انتفاضة ومواجهة وتحدي وقتال وقنابل، في 40 الثالثة تكون النهاية إن شاء الله تعالى. حركة المقاومة الإسلامية، واللي كتختصر في كلمة حماس، الحركة اللي ميمكنش أنك تهضر على القضية الفلسطينية بلا ما تذكرها، واللي ديما حاضرة وبقوة. الحركة اللي يقال أنها هي الأمل الوحيد ديال الفلسطينيين لتحرير أرضهم من الاحتلال الصهيوني، وهادشي في الوقت اللي تخلى عليها الجميع، حتى من الحكام ديالها اعترفوا بالوجود ديال إسرائيل ووقعوا اتفاقيات سلام معها وطلبوا منها الحماية. الحركة اللي ديما كتفاجئنا وكتجينا بواحد سوبر فورما جديدة وواحد النيفو جديد اللي عالي ومتطور، وهادشي رغم الحصار المتواصل ديال إسرائيل على قطاع غزة، لدرجة أنه دبانة إذا تحركت كيسيقوا لها الخبر. فهاد الحلقة إخواني وكيف العادة غادي نغوصوا في بحر التاريخ، وهاد المرة التاريخ ديال فلسطين الحبيبة والتاريخ ديال المقاومة الفلسطينية، وبالتحديد التاريخ ديال حركة حماس اللي تحولت من فئة صغيرة ديال الإخوان المسلمين برئاسة الشيخ أحمد ياسين لواحد الحركة منظمة، واحد التنظيم اللي هو دقيق، اللي كتمتلك واحد الجيش محترف ومتمرس في الميدان، واللي كيتحلى بأهم حاجة في قانون الحرب، واللي هي أهم حتى من الأسلحة المتطورة، ألا وهي الشجاعة. هذا بالإضافة لامتلاك أسلحة وصواريخ ومدفعيات قوية. فشكون هي حركة حماس وإمتى تأسست؟ وشنو قدمت للفلسطينيين؟ وشكون اللي كيدعمها؟ ومنين كتجيب السلاح والعتاد والمال؟ واش فعلا هي مشروع أمريكي كيف ما كيقول البعض؟ الهدف منها هو تطبيق خطة القرن بترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة لسيناء؟ وعلاش حركة حماس كتعتبر عدوة ديال حركة فتح، واللي هي الحركة أو الحزب الحاكم في فلسطين؟ هذا مجموعة ديال الأسئلة واحدة أخرى إخواني اللي غادي يجاوبوا عليها في هذه الحلقة هذه. فقط اللي عليكم أنكم تشدوا شي بلاصة اللي فيها سكتوا الكلام وتتبعوا معايا الحلقة حتى الآخر. أيضا ما تنساوش أنكم تدعموا الحلقة باللايكات والإعجاب والتعليق ديالكم إذا كانت هذه هي أول مرة كتشوفوني فيها. ما تنساوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا معكم الجرس، تابعوني في الانستغرام اللي هو هذا، وتوكلوا على بركة الله. باش نعرفوا التاريخ ديال المقاومة الفلسطينية مزيان خلونا نرجعوا بعجالة شوية للور ونعرفوا أصل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. بزاف ديال الناس خصوصا اللي ما عندهمش مع التاريخ كيعتقدوا أن القضية الفلسطينية هي واحد القضية ماشي قديمة بزاف، وأن العمر ديالها فقط 75 سنة، فاش تم الاعتراف الدولي بدولة إسرائيل كدولة على الأراضي الفلسطينية. لكن اللي ما كيعرفوش أن هاد القضية هذه هي أقدم من ذلك بكثير. وباش ما نبعدوش بزاف خلونا نبداو من العهد العثماني، أو من عند الدولة العثمانية اللي غادي توسع على منطقة الشام، وبالتحديد سنة 1516، وغادي يقوموا العثمانيين بهزيمة الممالك أو الدولة المملوكية، واللي هي أيضا دولة مسلمة واللي كانت قائمة في مصر، وغادي يسيطروا على فلسطين وعلى كامل منطقة الشام وعلى مصر وليبيا وتونس وصولا حتى الجزائر، وغادي يضموا هاد المناطق هذه كاملة للإمبراطورية العثمانية العظمى ديالهم، وغادي يبقاو مسيطرين عليها حتى لفترة الحرب العالمية الأولى، فاش غادي يعياو وتنهار القوة ديالهم. وكيف ما هو معروف، أي حاجة في هذا الكون خلقها الله عندها بداية وعندها حتى النهاية أيضا، وبما في ذلك الاحتلال الصهيوني. المهم العثمانيين ومن بعد ما انهزموا في الحرب العالمية الأولى اللي بدأت سنة 1914، غادي يخرجوا من الشام وبالتحديد من فلسطين، وغادي تجي بريطانيا وغادي تقول للحلفاء ديالها وعلى رأسهم فرنسا: شوفوا أنا عجبتني فلسطين وعجبتني هاد الأرض هذه وعجبتني هاد القبة الصخرية الكيوت، صافي يا فرنسا أنا غناخدها ونتي ندي حاجات أخرين،
عطى الله الغنائم والاراضي غير مشتسه، وفعلا داكشي اللي غادي يكون. وجا واحد جوج ديال الناس، واحد فرنساوي والاخر بريطاني، وهما جورج بيكو ومارك سايكس، وغادي يجبروا وقاو السيلو ويقسموا منطقه الشام مع بعضهم بالتراضي. وسنه 1917 وخلال التواجد البريطاني في فلسطين، غادي يجي واحد الشخص واحد اخر واللي هو ارثر بولفر، وزير الخارجيه البريطاني، وغيوعد اليهود اللي كانوا مشتتين في العالم انذاك انه غادي يمنحهم وطن قومي خاص بهم، وبالتحديد في بيت المقدس على الأراضي الفلسطينية، الأرض اللي كانت تعتبر مقدسة بزاف بالنسبة للطائفة اليهودية. وتسمى هاد الوعد هذا اللي اعطاه هاد الشخص لليهود على اسمه وعد بولفر، واللي غيتم المصادقة عليه ودعمه من طرف الحكومة البريطانية. وهادشي بحكم أن اليهود في هاد الفترة هذه كانوا متغلغلين مزيان في الوسط البريطاني، وكانوا متحكمين في السياسة والاقتصاد والتجارة ديال هاد الدولة هذه، فكانت كلمتهم مسموعة عند صناع القرار في بريطانيا. مع العلم أن نسبة اليهود في فلسطين في هاد الفترة هذه ما كانتش كتعدى 3-4%. ومن بعد 3 سنين على وعد بولفر، غتقوم بريطانيا بتعيين الصهيوني اليهودي هاربرت سامويل، اللي كينتمي لواحد العائلة يهودية غنية بزاف واللي كتاجر في الذهب وعندها مشاريع كبيرة في بريطانيا، غتقوم بتعيينه مندوب سامع لفلسطين، او بمعنى اخر هو الحاكم ديال فلسطين اللي كينوب على بريطانيا. مع العلم ان 90% ديال السكان ديال فلسطين في هذه الفترة كانوا مسلمين، وحيت اليهود في هذه الفترة، وهنا كنقصد الطبقة العادية منهم وماشي الاغنياء، كانوا تعرضوا لأقصى أنواع التعنيف والاضطهاد والتمييز في أوروبا، خصوصا في روسيا، النمسا، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، وكانوا منبوذين تماما وكل شيء كيبزق عليهم، حتى واحد ما حبلهم. غتبدأ الحركة الصهيونية واللي ما تأسستش سنة 1948، وإنما عقود وعقود قبل، وكاين اللي كيقول أنها تأسست لأول مرة سنة 1882. غتبدأ بالتنسيق مع الحكومة البريطانية بترحيل يهود أوروبا لفلسطين، وهذا الشيء باش حتى إذا قاموا بإنشاء واحد الوطن قومي ليهم تما يكونوا بعدا كاينين اليهود في المنطقة. وفعلا غيتم نقل العشرات ديال الآلاف ديال اليهود من أوروبا لفلسطين، واللي بدورهم غادي يبداو يكونوا عصابات صهيونية بحال الهاغانا وبيتار وبالماخ وشتير، وغادي يبداو يقودوا هجمات على الفلسطينيين المسلمين. هنا الفلسطينيين المسلمين طبعا غادي يرفضوا هادشي، هذا رفض اللي هو قاطع، وغادي تنوض المقاومة الفلسطينية كتمرد على بريطانيا وعلى اليهود، وغادي يبداو الفلسطينيين كيحاربوا التواجد ديال اليهود في فلسطين بشتى الطرق، بالاحتجاجات، بالتظاهرات، بالسلاح، بلا سلاح، بشكل فردي، بشكل جماعي، المهم يتم تحرير الأرض والشعب الفلسطيني من القبضة البريطانية اللي ولات فحال الدمية في يد الصهاينة. ومن بين المقاومين الأشداء اللي حاربوا الانتداب البريطاني في الفترة هذه، محمد عز الدين القصام، اللي هو عالم من علماء المسلمين وداعية ومجاهد، واللي هو سوري في الأصل. دابا غتقول لي كيفاش سوري كيدافع على فلسطين؟ خصك تعرف عزيزي المشاهد أن داك الفترة هذيك ما كانتش فحال هاد الفترة هذه أبدا، وكانوا العرب والمسلمين من جميع بقع الأرض يحجون لفلسطين من أجل المشاركة في تحرير الأقصى من قبضة اليهود. هل اللي جاي من مصر، هل اللي جاي من سوريا، هل اللي من العراق، هل اللي من المغرب، كل شيء متاحد ومتضامن لنصرة الأقصى الشريف. وفي أحد المواجهات ديال عز الدين القصام والرجال ديالو ضد البريطانيين، انتفاضا على الهجرة ديال اليهود لأرض المسلمين، غادي يتقاس القصام وغادي توافيه المنية، الشيء اللي غادي يغلغل الوسط الفلسطيني وغيدفع المقاومة الفلسطينية الانتفاضة والتمرد على التواجد البريطاني، واللي غادي تعزم على ثأر عز الدين القصام. وهنا غادي توقع واحدة من أكبر الثورات في ذاك الفترة، واللي غادي تسمى بالثورة الفلسطينية الكبرى سنة 1936، واللي غادي تسالي للأسف بهزيمة المقاومة الفلسطينية، وهادشي من بعد ما اتحدوا ضدها العصابات الصهيونية والجيش البريطاني، وغتخسر المقاومة الفلسطينية الآلاف ديال القتلى والجرحى في المعارك ديالها ضدهم. وسنة 1948، ومن بعد ما وصل عدد اليهود في فلسطين ل 31%، من بعد ما كانوا كيشكلوا فقط 4%، ومن بعد ما تم تزويدهم مزيان بالمال والسلاح، وتم تأكد أنهم أقوى من المسلمين عسكريا، غتحلي بريطانيا يدها وغتقول صافي بسلامه انا خارجه، حيت صافي سالت المهمه ديالي اللي جيت على قبلها. واليهود ولاو كيشكلوا نسبه لا باس بها في فلسطين، وهادشي من بعد ما كانوا لا شيء. ومن بعد ما تخرج غتقترح على تقسيم فلسطين على جوج، وطن خاص باليهود والاخر خاص بالمسلمين. وفي نفس العام بالتحديد اللي هو 48، غادي تقوم منظمه الامم المتحده واللي هي الاخرى اكثر صهيونيه من بريطانيا بالاعتراف الدولي باسرائيل كوطن قومي ديال اليهود
فلسطين. هما اصلا الخطه كانت عندهم مدروسه من البدايه وكل شيء موجودين وسنين هذه قبل، فقط كان عليهم غير التطبيق. هنا العرب ما غاديش يقبلوا هذا الشيء هذا ابدا، ومباشره من بعد الاعتراف الدولي باسرائيل غتقوم كل من المملكه الاردنيه والمملكه المصريه والمملكه العراقيه وسوريا ولبنان والمملكه السعوديه بحرب ضد ميليشيات والعصابات الصهيونية في فلسطين، فحال البلماخ والأرجون والهاغانا وغيرها. وغتسمى هاد الحرب هادي عند العرب بحرب النكبة، اللي للأسف وبسبب الدعم الأمريكي والبريطاني للصهاينة غادي يكون الانتصار حليفهم، وغادي يحدثوا مجازر فظيعة في حق الفلسطينيين الأبرياء، وغيتم تهجير أزيد من 700 ألف فلسطيني من المنازل ديالهم، واللي غادي يحتلوها اليهود ويسيطروا على كامل الأراضي الفلسطينية، ما عدا الضفة الغربية اللي غتبقى إداريا تحت حكم الأردن، وقطاع غزة اللي بقات تحت حكم مصر بحكم أن دولة فلسطين تم تشتيتها تماما وما بقاش عندها حتى شي إدارة أو حكومة مستقلة. وغيستمر التوافد ديال اليهود الفلسطين كتر وكتر، وغيزيد معاهم التهميش والتعنيف والاضطهاد الفلسطينيين. لكن المقاومة أبدا ما وقفتش فلسطين، وديما كانوا كاينين مقاومين وحركات اللي كينتفضوا ضد التواجد الصهيوني في فلسطين، وناضت حروب ومعارك عديدة بين الصهاينة وبين العرب والمقاومة الفلسطينية، فحال نكسة حزيران وحرب أكتوبر ومعركة السموع ومعركة الكرامة والعديد من المعارك والحروب الأخرى. لكن للأسف أغلبية هاد المعارك هادو كانوا الصهاينة هما اللي كينتصروا فيها، وهادشي نظرا للعتاد الحربي الكبير اللي كان عندهم والأسلحة المتطورة اللي كانت كتجيهم من أمريكا وبريطانيا، بالرغم من أن العرب كاملين كانوا كيشاركوا في الحرب ضد إسرائيل. وفي حرب حزيران ديال سنة 1967 اللي كانوا الأطراف المشاركين فيها هم مصر، سوريا، العراق، الأردن ولبنان، بدعم من جميع الدول العربية ضد إسرائيل، غادي تنتصر إسرائيل في هذه الحرب هذه. بل أكثر من هذا الشيء هذا غادي تقوم باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة اللي المفروض أنها زعما هي الأراضي ديال الفلسطينيين، إضافة لاحتلالها أيضا سيناء من مصر وهضبة الجولان من سوريا. يعني احنا كنحاربوكم اليهود باش تخرجوا من فلسطين، وانتم ما كتزيدوا توسعوا على الاراضي ديالنا وكتزيدوا تحتلونا. وفقط مصر خسرت في هذه الحرب هذه اكثر من 15000 جندي، فغادي ترغموا اغلبيه العرب على توقيع هدنه مع اسرائيل، وغادي توقف الحرب للحظات. لكن المقاومه الفلسطينيه ابدا ما غتوقفش، وغتستمر في الدفاع على ارضها في وجه العدو كل نهار وكل ساعه وكل دقيقه. وفي هذه الفتره هذه كانوا تاسسوا في فلسطين حركات عديده ديال المقاومين، اشهرهم جوج ديال الحركات وهما حركة فتح وحركة حماس. حركة فتح تأسست سنة 1965، واللي كانت واحد الحركة شرسة ومتعطشة للاستقلال وطرد اليهود من فلسطين، واللي تأسست على يد 5 ديال الزعماء الفلسطينيين أشهرهم ياسر عرفات اللي كان واحد من أشرس المدافعين على تحرير الأقصى. ومن هذه الحركة هذه تفرعوا كتائب عديدة ديال المقاومين، واللي كاملين كان عندهم هدف واحد وهو طرد الصهاينة من فلسطين، فحال كتائب شهداء الأقصى وكتائب الشهيد أحمد أبو الريش ومجموعة الفهد الأسود. لكن ومن بعد ما كانت حركة فتح هي المدافع الأول والشرس على القضية الفلسطينية وعلى تحريرها من يد الإسرائيليين، وكتنظم هجمات عسكرية وكتحمل سلاح في وجوههم، غادي تقوم بزعامة ياسر عرفات بتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل واللي كتسمى بمعاهدة أوسلو، واللي جات بمجموعة ديال البنود أهمها اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية أو حركة فتح قيام دولة إسرائيل على 78% من الأراضي الفلسطينية، أي جميع الأراضي الفلسطينية ما عدا قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف عدوانها المسلح على إسرائيل. هنا غادي ننتقل حركة فتح من الكفاح المسلح ضد إسرائيل لتوقيع السلام مع إسرائيل والاعتراف بها كدولة. وبالمناسبة حركة فتح باقة إلى يومنا هذا هي اللي شبرة الحكم في فلسطين ومازال محافظة على السلام ديالها التام مع إسرائيل. هنا في هذه الفترة هذه وفاش وقعت حركة فتح السلام مع إسرائيل، بزاف ديال الناس وبزاف ديال الحركات الجهادية وحدة أخرى في فلسطين غادي ينتفضوا ضد فتح وغادي يوصفوها بالخائنة، وغادي يستمر الكفاح المسلح ديالهم ضد إسرائيل. وأهم وأشهر هذه الحركات هذه المقاومة حركة حماس اللي غادي تأسس بشكل رسمي سنة 1987 على يد واحد من القادة المخضرمين في المقاومة والكفاح المسلح وهو الشيخ أحمد ياسين. وهذه الحركة هذه كانت عبارة عن فرع في فلسطين ديال جماعة الإخوان المسلمين اللي تأسست في مصر سنة 1928، واللي ما كتعترفش لا بمعاهدة أوسلو ولا بمعاهدة مدريد سنة 1991 اللي هي الأخرى تدعو للسلام بين الكيان الصهيوني وفلسطين، وكتعتبر إسرائيل والتواجد
التواجد الصهيوني في فلسطين هو احتلال وأن اليهود ما عندهم حتى شي حق في فلسطين لا من بعيد ولا من قريب. كما أن حماس الدور ديالها ماشي فقط حمل السلاح والكفاح المسلح بل أيضا كتعمل على التوعية الإسلامية والدينية والسياسية إضافة لأنها كتقدم خدمات اجتماعية وصحية للفلسطينيين. وكتعتبر حماس بزعامة الشيخ أحمد ياسين أن تحرير فلسطين لا يمكن أن يكون إلا بالجهاد في سبيل الله، لأننا فاش كنهضروا على الجهاد فحنا كنهضروا على انك تحارب العدو في سبيل الله وتتحلى بالشجاعه حتى ولو كان متفوق عليك بالقوه وبالعتاد الحربي. كما ان حماس كتاكد وكتعاود تاكد انها ما عندهاش حتى شي مشكل مع اليهود كطائفه دينيه، فقط المشكل الوحيد اللي عندها معهم هو انهم محتلين ارضها. كما ان حماس ايضا قامت بالعديد من العمليات العسكريه ضد الكيان الصهيوني من النهار اللي تاسست فيه الى يومنا هذا، وهذا عن طريق الجناح العسكري ديالها واللي كيتسمى بكتائب عز الدين القسام، فكانت هي المحرك الرئيسي ديال الانتفاضه الاولى سنه 1987 وانتفاضه الاقصى سنه 2000 وجميع عمليات الكفاح والمقاومه اللي جات من بعد. وكتعتبر مؤسس الحركه الشيخ احمد ياسين هو المخطط والمدبر ديال جميع العمليات اللي كتقوم بها حركه حماس، وكان كيتعتبر هو العدو الاول ديال الاسرائيليين بحكم انه كان هو اللي كيقود الحركه الفلسطينيه وهو اللي كان كيحرضهم على القيام بغارات ضد اسرائيل، وما مره ما جوش حاولوا الصهاينه انهم يصفيوها عليه لكنهم ما كانوش كيقدروا ابدا. وباش يحيدوه من طريق غادي يقوموا بالاعتقال ديالو سنه 1984 وغيتهموه بتشكيل تنظيم عسكري وحيازة الأسلحة والتحريض على إزالة الدولة الإسرائيلية، وغادي يحكموه ب 13 سنة ديال الحبس، لكن ما كملاش حتى عام غادي يقوموا بإطلاق السراح ديالو، وهذا الشيء في عملية تبادل الأسرى بين رجال المقاومة بين الإسرائيليين. وبالرغم من ذلك ما غاديش يوقف الشيخ أحمد ياسين على الدعوة ديالو للجهاد في سبيل الله لتحرير فلسطين، بل ومن بعد إطلاق السراح ديالو غادي تزيد المقاومه تقوى اكثر، وهادشي بالوجود ديالو بيناتهم، وغادي يقودوا عمليات عديده ضد الصهاينه، وغادي يقتلوا منهم الكثير، الشيء اللي كان كيزعج الاسرائيليين، لذلك غادي يحاولوا مره اخرى انهم يتخلصوا من الشيخ احمد ياسين، فغادي يقتحموا المنزل ديالو سنه 1989 في هجوم مسلح، وغادي يقوموا باعتقاله هو والمئات ديال المقاومين المنخرطين في حركه حماس، وغادي يعرضوه لاقصى انواع التعذيب والضرب، وهادشي باش يعترف بالكيان الوهمي ديالو. لكنه غادي يرفض رفض قاطع وما غاديش يعترف بدولة إسرائيل، ومن بعد غادي يحكموه بالسجن مدى الحياة. وباش تسالي إسرائيل مع حركة حماس غادي ترسل بعض العملاء ديالها لاغتيال رئيس المكتب السياسي ديال حماس خالد مشعل في العاصمة الأردنية عمان، لكنهم غادي يفشلوا في هذه المهمة هذه بل وغيتم اعتقال هاد الأشخاص هادو من طرف السلطات الأردنية واللي غادي تفاوض بهم الأردن من بعد مع إسرائيل بتسليمهم مقابل الإفراج على الشيخ أحمد ياسين. وفعلا غادي ينجح الملك الأردني الحسين بن طلال، ومن بعد 8 سنين ونص لدوزها الشيخ أحمد ياسين في المعتقلات الإسرائيلية بالمفاوضة مع الإسرائيليين، وغيتم الإفراج عليه سنة 1997، لكنه خرج في واحد الحالة صحية هزيلة بسبب الضرب والتعنيف اللي كان كيتعرض له، لدرجة أنه غادي يفقد البصر من عينه اليمين، وغادي يتصاب بالتهاب مزمن في الأذن ديالو، وحساسية في الرئة ومجموعة ديال الأمراض وحدة أخرى، ووصل به الحال لدرجة الشلل وأنه بقى كيتمشى فقط غير على الكرسي المتحرك، ومع ذلك ما وقفش ابدا على العمل ديالو وعلى الدعوه للجهاد في سبيل الله لتحرير فلسطين. ومن كثره ما كان كيغيظ الاسرائيليين وما كانوش حاملينه ابدا، واخا كان مشلل وكيتحرك غير بالكرسي، ورجل طاعن في السن ومصاب بجميع الامراض لدرجه ان الطبيب قال له انه باقي له غير شي شهور قليله في الحياه، الا ان الجبناء غادي ينفذوا عمليه اغتياليه في حقه، وغادي يغتالوه في يوليو سنه 2003، فاعتقادهم ان الاغتيال ديال احمد ياسين غادي يحبط المقاومه الفلسطينيه ويحطمها ويشل العمل الكفاحي المسلح، لكن العكس هو اللي كان، والموت ديال زعيم حركه حماس الشيخ احمد ياسين كان بمثابه شراره في الوسط ديال المقاومه الفلسطينيه، واللي زادت من العمليات الكفاحيه ديالها ضد اسرائيل. اما على الداعمين ديال حركه حماس فكتعتبر ايران هي اول الداعمين ديال الحركه، وهي اللي كتزودهم بالمال والسلاح والعتاد اللازم، وهذا الشيء بحكم ان اسرائيل هي عدوه ديال ايران، اضافه
أيضا لأنه كاين جمعيات عديدة في أوروبا اللي كتدافع على القضية الفلسطينية واللي كتجمع أموال طائلة وكترسلها لحركة حماس، وهذا الشيء قيد التمويل والإنفاق على الجنود. أيضا قطر وتركيا كتعتبروا من أكبر الداعمين ديال حماس واللي كيمولوها بملايين الدولارات، هذا بالإضافة للعشرات ديال الدول وحدة أخرى واللي كتقدم لها الدعم في الخفاء سواء ماديا أو على المستوى ديال الأسلحة واللي ما بغاش تبان بحكم أسباب سياسية. إضافة لهذا الشيء هذا، حماس كخطوة منها الاعتماد على نفسها ولزيادة المداخيل ديالها غتقوم باستثمار هذه الأموال هذه اللي جمعتها من برا وتنشأ مجموعة ديال المشاريع سواء فلسطين أو خارج فلسطين، سواء في مجال الفنادق والمطاعم أو لبيع السيارات والإلكترونيات وغيرها من المشاريع الأخرى، وهذا الشيء باش تزيد من الأرباح والمداخل ديالها. يعني حماس إذا جينا نوصفوها واحد الوصف اللي هو دقيق، هي عبارة عن دولة مصغرة عندها زعماء خاصين بها وعندها جيش خاص بها واللي كيتمثل في كتائب عز الدين القسام، وعندها مشاريع وعندها علاقات مع دول وزيد وزيد. وحركة فتح اللي هي الحزب الحاكم في فلسطين الآن قيادة الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس كتعارض تمام لاعتراض حركة حماس وكتعارض جميع الأعمال الجهادية ديالها ضد إسرائيل. وحاليا هاد الحركات هادو بجوج، فتح وحماس، نقدروا نقولوا أنهم جوج ديال الأقطاب كبار في فلسطين. فتح ومن بعد ما كانت معارضة بشدة للتواجد الإسرائيلي في فلسطين اعترفت بإسرائيل ووقعت معها اتفاقية سلام، والثانية رافضة وبقوة التواجد الإسرائيلي في فلسطين لكنها ما كتمتنعش في قبول مؤقت على سبيل الهدنة بحدود 1967 واللي هي هذه اللي كتشوفوها أمامكم في الصورة، لكن دون الاعتراف لليهود بأي حق في فلسطين وأنها فقط على سبيل الهدنة المؤقتة. وكنقطة أخيرة أصدقائي، وبالنسبة لذلك الفئة ديال الناس اللي كتقول أن حماس وبهذا الفعل هذا اللي قامت به جبدت صداع لنفسها وقادة الفلسطينيين للهلاك وقاعدك الكلام وكأن الفلسطينيين كانوا عايشين في نعيم وسلام ومخصوم تشي خير، الفلسطينيين من 48 وقبل قاع وهم عايشين في كابوس وفي الرعب وفي الهلاك، درجة أنهم وصلوا لواحد المرحلة مبقاوش كيكتارتوا حتى لشي حاجة، والصوت ديال الرصاص والقنابل ولا عندهم تماما في حال الصوت ديال المواطر والطوموبيلات عندك انت، والإسرائيليين كل نهار كيزيدوا يضيقوا عليهم حياتهم ويغتصبوا لهم أرضهم. فهذاك الكلام ديال لاك دا حماس هي السبب في هاد الشيء وأنها هي اللي جبدت صداع للفلسطينيين، هذا كلام فارغ لا يقوله إلا الجبناء. وفلسطين وكيف ما قال الشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه لن تتحرر إلا بالجهاد في سبيل الله. حتى لهنا إخواني كنوصلوا للنهاية ديال هاد الحلقة، إذا وصلت حتى لهنا كنقول لك شكرا بزاف على المشاهدة ديالك، كنتمنى أنك تكون استفدت شي حاجة من هاد الفيديو وأني ضيفت لك شي معلومة ولا جوج المعلومات ديالك. خلوا لي جميع الآراء والتعليق ديالكم لتحت في مكان التعليق، ما تنسوش أنكم تبارطاجوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. حتى لهنا كنقول لكم تهلاو في راسكم أصدقائي، والسلام عليكم.